واش كانت علاقتك بسعيدة نغزة؟ عرفنا بها قليلا، واش كانت علاقتك بها؟ سعيدة نغزة تعرفت عليها في 2016 على ما أظن، ماي أو جوان 2016، لما كانت في صراع مع علي حداد، ثم التقيت فيها في مسرقين في فبراير 2017. كنت نحرر عليها مقالات في الحيات، كان عندها صراع مع محمد بايري، استولى على 15 شاحنة إيفيكو، وحررت عليها مقال أيضا. استنى، شكون هذا محمد بايري؟ شكون انت راك محمد تكتل... بايري النائب الاول لعلي حداد، النائب الاول لعلي حداد، وكانت هي في خصومه مع علي حداد. علي حداد كان مع جناح بوتفليقه، وهي كانت مع جناح توفيق اللي سقط، يعني كان سقط انذاك. نعم، سعيده نغزه هي الناطقه الرسميه لرجال اعمال والاقتصاد، الجانب المالي والاقتصادي لجماعه الدوله العميقه. انت تعتقد انها هي الناحيه الاقتصاديه والتجاريه؟ هي نعم، تمثل ميزه حنون، تمثل الجناح السياسي الناطق باسم فريق توفيق. تعتقد انه الدوله العميقه او فريق توفيق؟ مش اعتقد، انا لا اعتقد، انا اجزم بذلك. تجزم بذلك انه الميزه حنون كانت في محادثه بيني وبينها مرارا وتكرارا، تاكدت انه في وقت الحراك كان في اتصال بيني وبينها، كانت في سويسرا هي، وقالت لي بالكلمة الواحدة أنها توفيق راجل وجاي يتصالح مع أنها ما يديلها ومحكمة لها والو، وأنها تعرف كل جنرالات الجزائر، وأنها كتضرب الرجال بالكف. هذه الكلام اللي دار بيني وبينها في وقت الحراك. هي وش تاريخها؟ أنت قلت لي في حديث جانبي أنها هذه جات جابوها في فترة معينة، جابتها الديارات صح في فترة التسعينات؟ هي حسب المعلومات هي قبائلية من منطقة بجاية، ولدت في قسنطينة، ما كانتش مليارديرة أو غنية، كانت بسيطة، وتعرفت بعقيد زوجها الأول، وبشوية بشوية أسست مشروع لتحميص القهوة، ثم بقدرة قادر تحصلت على 15 مرملة صابليار، وأسست مجمع صورة الكوفي للأشغال العمومية، ثم في 2000 تعرفت إلى رئيس الكونفدرالية حبيب يوسفي، على ما أظن كانت متزوجته في السر ولا ما نقدرش نأكد لك، وطلعها بشوية بشوية، ثم أصبحت نائبة الكونفدرالية الوطنية للسيجية، وفي 2016 تم انتخابها رئيسة الكونفدرالية الوطنية للمؤسسات الجزائرية لاسيجية، اللي كانت تقريبا هي المواجه للفسيو اللي هو تاع حداد. نعم حداد. نعم انت قلت لي ايضا في حديث جانبي انها عندها فساد عارم هذه السيده، يعني انا كتبها لي انسانه طيبه. لما اصيبت بالسرطان كنت اول شخص علم بذلك في 2017، انا وجهتها صوب احد المعالجين اللبنانيين يعالجوا بالطب البديل، وراني بعثت لك الايميل استاذ باش تاكد من صدق الكلام تاعي، جو بونس قريت المحادثه بيني وبينها وبالتاريخ وكل ذلك. نعم، باش نكونوا على وضوح ويكونوا السادة المشاهدين أيضا يصدقونا. لكن في 2019 بديت نحكم عليها صوالح مش ملاح، أحدهم هناك شخص يدعى ماموني مقاول من بالعباس، اتصل بيا وقال لي راح باغي ندير مقال على سعيدة نغزة، قال لي شريت عليها الرمال وبمبلغ 800 مليون سنتيم، ودات عليه المبلغ وما بعتلوش الرمله، عندها مرمله في بالعباس جنوب بالعباس، وهي هذا مش ضحيه وحيده، هذا مثال، هناك ضحايا عديدين ايضا. هي احتالت بزاف على الاسبان، يعني انسانه محتاله، واسست الثروه تاعها والمال تاعها بالاحتيال والنصب والخديعه والمكر، هذا من جانب المالي يعني، وتدعي انها تدافع على رجال الاعمال، وهي تطلب من المكاتب الولائية لمنظمتها أنهم يديروا اشتراكات مالية، فارضة شخص يدعى حسن شاوش اللي هو زوج بنتها أو عشيقها مع الباليش، فارضته يعني إنسانة يعني ماهيش كوريكت، وحاليا كتهجم على علي حداد، ولما سقط علي حداد هي حاليا تهجم على ممثل البطرونة مدعومولة، لأنه هو يستفاد أكثر من الصفقات وهي ما استفادتش. القضية قضية مال دراهم، ولكن احنا نعرف أنه جناح توفيق رجع على الأقل في بعض المناصب الحساسة داخل المخابرات وداخل الدولة،
هل هي لما غادرت انت غادرت قبل اسابيع فقط، هل ما زالت؟ نعم، في يوم 24 جويلية 2022 يوم الجمعة غادرت، حركت عبر السريع.